معنا، لو ترصد لنا كيف يبدو الوضع لديك وما هي أحوال الأهالي. خلينا عن مركز المدينة فقط للحصول على تغطية كافية للإنترنت والهاتف. المدينة منكوبة كليا، يعني المدن الأبنية مدمرة بشكل شبه كامل، يعني كما ترين هذا البناء هو أحد الأمثلة على ما يحصل الآن في هاواي. جميع الأبنية مدمرة بذلك الشكل، يعني يمكن القول أنه 60% من الأبنية مدمرة بشكل كلي، يعني 20% بشكل جزئي، وبالإضافة إلى البقية متصدعة، هي غير قابلة للعيش. السكان جميعهم خارج المنازل، منهم من بقي تحت الأنقاض، منهم من أخرج حيا، منهم من أخرج ميتا. ولكن الجثث التي تخرج هي أكثر من الأحياء الذين يخرجون، يعني قمنا بزيارة بعض الأحياء، يعني من أصل 50 أو 60 من ربما خرج شخصان أو ثلاثة أحياء، والباقي هي عالقون. يوجد سيارات اسعاف، فرق انقاذ من كل الجهات، من الافاد ومن القوات الخاصه، من الجيش، من الفرق المتطوعه، من المختصين بالجميع، لكنهم غير قادرون حاليا على انقاذ الجميع. لان المدينه بالكامل منكوبه، يعني الابنيه جميعها مدمره، لا يوجد لا غاز لا انترنت لا كهرباء لا ماء لا تدفئه. سيما لو تمشي قليلا او تحرك الكاميرا لنرى المشاهد اكثر من حولك. نعم. دعيني أريك، هذا جزء بسيط من الدمار الموجود. يعني نحن الآن حالياً على أطراف المدينة، لا يمكن أن تجدين الكثير من الأبنية، ولكن هذا مثال بسيط على ما يحدث هنا حالياً. يعني حتى دعيني أغير الكادر لك، انتظري قليلاً، يمكنك الآن أن تشاهدي. يعني هذا مثال بسيط، نحن الآن على أطراف المدينة وهذا الحجم من الدمار، فما بالك أن تتخيلي حجم الدمار داخل المدينة، يعني لا يوجد حجر على حجر كما يقال. انظري، تلك على مقربة من هنا يوجد كازية أيضا، هي مدمرة بالكامل، هذه الأبنية مدمرة بالكامل. حجم الدمار في الداخل، في داخل مركز المدينة، هو أكبر بكثير يعني من هنا. هذا جزء فقط مثال بسيط على ما يحدث في هاطاي. يعني انظري، ها هي السيارات التي تحاول الخروج من المدينة، منهم من استطاع تأمين سيارة، ومنهم من لم يستطع، فمنهم من تدمرت سياراتهم، منهم من لا يملك بنزين أو مازوت من سياراته، منهم من جاء أقاربه من خارج المدينة وقام بإحضاره هنا عبر هذا الطريق. الآن تهاجر عدد كبير من السيارات، في سيارات إسعاف، سيارات الإنقاذ، عدد كبير من الفرق يأتون إلى هنا. الجميع يعني يشتكون حاليا من قلة عدد الفرق، ولكن هم بسبب الوضع المنكوب في المدينة لا يعلمون ما يحدث حقيقة، لا يعلمون ما يحدث في بقية المدن، أي أنه يوجد الآن دمار كبير في 11 في 10 ولايات حاليا. نعم. الفرق غير كافية لتأمين. طيب حدثينا عن وضع المشافي سيما، إذا كان لديك أي معلومات عن وضع المشافي الآن كيف يبدو؟ يعني المشافي حقيقة حاليا هي يعني مليئة بالمرضى، منهم من يتم معالجتهم وإخراجهم بسرعة، ومنهم من لا ينظروا اساسا الى جراحهم فهي طفيفه، اذ يوجد حالات خطيره وحرجه جدا. يعني خلال ساعات فقط يعني وجدنا اخراج العديد من الاثاث من تحت الانقاض، وكما زرنا ايضا احد يعني المزارات لغسيل الموتى. يعني في كل دقيقه كانت هناك تخرج جثه من هناك، يعني والتقينا باحد المتطوعين الصباح الباكر، وفقط لحد الساعة الواحدة، يعني في مكان واحد، في مركز واحد، غسلوا قرابة 450 جثة، يعني قاموا بتخريجها. هذا فقط الذين تم إخراجهم، فما بالك عن العشرات وربما المئات تحت الأنقاض. يعني يوجد مثلا فلنفترض يوجد 16 بيتا في البناء الواحد، لا
لم يستطيعوا من إخراج فقط اثنان أو ثلاثة ربما من كل البناء. فيعني تحدثت أيضا مع أحد فرق الإنقاذ قالوا إنه يوجد أبنية يعني هي لها مثل إشارات إشارة الصفراء والإشارة الحمراء، يعني الأبنية التي لها الإشارة الصفراء يمكنهم أن يدخلوا إليها إلى داخلها لمحاولة إخراج الذين هم تحت إنقاذ سواء كانوا أحياء أو غير أحياء، ولكن الأبنية التي هي لن تتهدم بشكل كلي ولكنها متصدعة خاصة عند العضاضات. طيب